ta biyu a wannan garin hukumar mulki a wannan mataki ita ce Nusaiba Hamza. Nusaiba Hamza daga garin hukumar mulki ta 30 mafara. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء. وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قالوا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. ما جئتم به السحر. ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا لولا أن
صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا بفضلك كريم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه
إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين أن أرسل فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم الحق فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يركضون إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون بسم الله الرحمن الرحيم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم الإدغام المتماثلين من الإظهار الحلقي من آية إلا الإظهار الحلقي إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم ب الإظهار الشفوي وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون المد العارض للسكون هم الإخفاء الشفوي بارك الله فيك